طيب هرجعك تاني النادي الزمالك والمدير الفني. كنا بنتكلم على الاهلي ان لاشارتي قاعد عشان هو الراجل اللي بيجيب الصفقات، هو اللي قاعد معسكر تدريبي مع الفريق قبل بدايه الموسم. الناحيه التانيه العكس تماما في الزمالك، الراجل اللي جاي ده هيلاقي 7 8 9 صفقات، هيلاقي الفريق كان في معسكر مع مدرب تاني وهيبدا يشتغل من الاول. دي المشكله اللي يمكن بيقع فيها الزمالك تقريبا كل موسم. وانا ينفع احط العربيه قبل الدريكسيون قبل العربيه؟ لا اعمل عربيه بحد احط الدريكسيون يعني لازم العربيه وبعد كده اخد الدريكسيون عشان الدنيا تمشي. فالنهارده انا يعني وجهه نظر ان المدرب اللي هيجي هيبقى مظلوم. النهارده انت جبت له اكتر من 9 10 صفقات، هتبقى محتاج ان انت مطلوب منه يلعبهم. يعني نتائج وانه يلعبهم كلهم مره واحده، عشان لو ما لعبهمش انا جايب لك اللعيبه دي ليه؟ فالنهارده الموضوع هيبقى صعب شويه. فهو يعني الاختيارات لازم تبقى مدروسه. مش معنى ان انت بتجيب يعني صفقات كبيره واسماء كبيره وبتدفع فلوس كتير معنى كده ان انت هتحصل على كل شيء. عندنا دليل يعني واضح قدامنا، احنا كلنا كمحللين بنتكلم على نادي الزمالك ان هو لعيبه من الطراز الراقي، يعني من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر، ولكن المحصله النهارده اخدت بطوله الكونفدراليه، ضاع منك بطوله الدوري اللي هي المفضله لجماهير نادي الزمالك، في حين ان انت كنت ممكن توصل ليها بسهوله ويسر. يعني انت عندك مشكله، يعني عندك مشكله في ترتيب البيت، مش مشكله في اختيارات اللعيبه او ترتيب البيت. اللعيبه بتجيب احسن. لا انا عايز اجيب مدرب والمدرب ده يطلب لعيبه واللعيبه دي انا اوفرها له بس. انت جبت اللعيبه اول وبعد كده هتجيب المدرب يجي يقول انا مش عايز اللعيبه، فهي دي بقى المشكله. صحيح.